It was a game that we start playing in the different way that we shoot. يعني ده بدأنا الجيم بالطريقة اللي المفروض ما مش هي الطريقة اللي احنا كنا المفروض متكلمين فيها وشغالين بيها يعني طول الأسبوع. But after we catch the game in our hands and we create the chances enough to win. بعد كده خدنا يعني رجعنا الجيم تاني لإيدينا وخلقنا كذا يعني كذا فرصة إن احنا نقدر نجيب أجوان عشان نكسب. Ismaili team, they were brave. يعني فريق الإسماعيلي كان يعني شجعان. Special the saves that their goalkeeper did in the second half. وبالنسبة لحارس المرمى أحمد علي عبد المنعم اللي هو يعني صد كور كتيرة. But we didn't play, in my opinion, we didn't play as I want. من وجهة نظر الشخصية إن هو إن إحنا ما أديناش الأداء اللي هو مستنيه يعني ده اللي إحنا عاوزينه يعني. We create just 5-6 goal situations. خلقنا 5 أو 6 فرص للتهديف إن إحنا نجيب فيهم أجوان. And we could score in that situations, of course. طبيعي إن إحنا كنا لازم نحرز أهداف من الفرص دي. But we must create 15-20 and be much more offensive in. لكن الطبيعي إن إحنا لازم نخلق 15 أو 20 فرصة ونبقى أكتر كمان هجومية في نص الفريق. Resuming the game, we didn't play, we didn't start the game well. We after we catch the game and we create chances enough to win. But in my opinion, as Zamalek team, big club, we must create much more chances to score. ملخص المباراة إن إحنا ما بدأناش البداية اللي إحنا كنا متوقعينها يعني بعد كده خدنا المباراة تاني في إيدينا وخلقنا فرص لكن فريق زي الزمالك بحجم الزمالك لازم يخلق فرص أكتر وأكتر عشان الفرق الكبيرة دايما بتخلق فرص أكتر وكنا لازم نخلص المباراة. غير بعدين سبب تغيير هل هو بسبب الشهادات اللي حصلت اللي في كارت اصفر؟ No, not because the yellow card. I change him because I wanted to build up the game with more security. هو ما غيروش عشان الانذار يعني هو غيره عشان احنا كنا عاوزين نبني المباراه بأأمن بالنسبه لنا يعني. And at the same time we should ask more in behind in the defensive line. طبيعي في المواقف زي دي يعني نسال انا مش عاوزين الكوره دايما في المساحات اللي في ظهر الديفنس. Shata is a young and big talent from Zamalek. شحاته لسه صغير في السن وعنده موهبه كبيره جدا. But this can happen. We don't need to make the changes that just in the last minutes. We can do it when the team needs. ده الطبيعي. And I think we played better when Abdallah dropped and Obama catches his position as a 10 and Jaziri stays. ده الطبيعي يعني مش لازم نعمل تغيير في آخر دقيقة في المباراة أو في الشوط لما نحتاج التغييرات هنعملها وهو شايف من وجهة نظره إن الفرقة اتحسنت لما عبدالله نزل. في وسط الملعب وأوباما رجع في 10 والجزيري لعب كمهاجم يعني. النهارده طبعا في فرص In the training, we like to play football on the ground and fast football. So the beach today, the field, made proper for us. Yes. So first about the fans, they were really incredible. You know, we play away and. We felt our fans like we play at home. Fantastic. يعني هو فرحان جدا بالاجواء وان احنا بنلعب بره ارضنا وعندنا ما شاء الله جمهور كبير فهو مبسوط جدا وكان يعني about the pitch of course with the quality players that we have if the grass is better we can play better football. بالنسبه طبعا للملعب بالكواليتي اللي عندنا لو الملعب طبعا كويس هنلعب احسن من كده. But I don't want to open this door as an excuse because يعني مش عاوز يفتح الباب ده ان احنا نحط اعذار يعني. How many good pitches we have in the Egyptian كم ملعب يعني في مصر so we must
You must play. It doesn't matter the pitch. لا طبيعي نلعب حتى لو لو الكواليتي بتاعت الملعب مش احسن حاجه لازم نلعب ونخلق فرص اكتر. السماء The good thing in our squad, we have good players in a lot of positions. الحاجه كويسه في السكواد بتاعنا ان احنا عندنا كذا المركز يعني في كذا لعيب كويس. If I start with Sobhi doesn't mean that Awad is not good. لو ما مش معنى ان هو بدا بصبحي يبقى عواد وحش يعني. So both train very well. الاثنين بيتمرنوا كويس قوي. They have different profiles and skills. هما الاثنين كل واحد عندهم يعني عندهم بروفايل مختلف الاثنين كل واحد عنده مهارات معينه. هو في المباراه دي اختار صبحي. ولازم صبحي يشتغل كويس عشان لو عاوز يمسك يعني يفضل موجود في مكانه غير كده ان عواد بيتمرن كويس قوي. And that's it about the game that we did. He repeat that we played a good game. وانت قلت يعني ان احنا لعبنا مباراه كويسه. But I want more. I want more. هو عاوز اكتر. Because okay, we miss five, six goal situations. احنا يعني create more. ما عرفناش خلقنا خمس ست فرص كنا المفروض نحط فيهم اجوان ما عرفناش نحط فيهم اجوان فعاوز يخلق كمان فرص اكتر يعني. شكرا.